الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. غنبداو من النهاية باش نرجعوا للفقرات ديال البرنامج ديال مهرجان دار العسل. اليوم بفضل الله تم اختتام فعاليات مهرجان دار العسل في نسخته الثانية وبسلام، والأمور دازت كلها مزيان، ساكنة الحمد لله فرحانة، ونظام داروه الناس لراسهم. طبيعة الحال كان الحضور ديال الدرك الملكي، ديال القوات المساعدة، ديال السلطات المحلية، ولكن الفضل كل شيء ديال يعني ان النظام كان على مستوى، هو كيرجع للساكنة برجالها ونسائها وشبابها اللي ساهموا وتطوعوا باش هاد المسائل ترجع. فعالية المهرجان بدات بالامس بافتتاح الرسمي للمهرجان اللي اشرف عليه السيد الكاتب العام نيابة عن السيد العامل، وكذلك بحضور سفير جمهورية بوروندي اللي عندنا معهم شراكة كجماعة مع جماعة من بوروندي، وهو وهي ضيفة شرف هذا السنة، وحنا على خطوة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التعامل مع الإخوان الأفارقة. وهذه النسخة تنظمات في وسط أفراح الاحتفال بالذكرى 24 تربع صاحب الجلالة على 10 أسلافه المنعمين، وبهذه المناسبة كنقدموا له التهاني والولاء والإخلاص. ومجموعة من الفعاليات اللي عرفتها النسخة، منها يعني لقاءات مع بين تعاونيات نسائية اللي يعني شاركت بفعالية، وكنتمناو انها الدعم لانها كتعيش في واحد الظروف صعبة وكتعمل في صمت وبوسائل ضعيفة جدا. وكذلك عرف اليوم لقاء مع الجالية المقيمة بالخارج اللي كانت مناقشة يعني جد يعني ذات مستوى جد عالي، كيتمحور حول كيفية تطوير العمل والدعم ديالهم للأسر ديالهم والمناطق ديالهم، كيف سيتم مؤسسته في إطار جمعيات لكي يعني يكون الدعم عنده وقع أكبر، سواء فيما يتعلق بخلق يعني فرص للشغل او استثمارات او كذلك دعم الاسر المعوزه. وكذلك كان حضور كبير ديال فنانين كبار، وكان حضور ديال يعني فنانين مثل حسين مراكشي، عائشه الشنويت، عبد الفازيكي، خالد الوعباني، حسن زيكي، عبد اللطيف السؤال، حسين اصبر، وواحد المجموعه ديال الفرق الموسيقيه ديال اللي كتنتمي لمنطقة الأطلس الكبير برمته، وكذلك في لسان هوارة. خلال فعالية المهرجان تم تكريم واحد المجموعة ديال الناس اللي ساهموا في التنميه وفي التعليم. كرمنا المتقاعدين، كرمنا الموظفين ديال الصحة، موظفين ديال الجماعة، رجال الدرك، رجال السلطة، رجال القوات المساعدة. وكذلك كان واحد الحفل بهيج اللي هو يعني توزيع الجوائز على الفرق الفائزة بدوري عيد الأضحى اللي نظمته جمعية تمون، واللي كنرم فيه يعني الفئات الصغرى وكذلك الكبار. وكانت واحد البهجة ذكرتنا بقطر 2022 وذاك التحدي اللي رفعوه الشباب ديال المغرب ب يعني ابناء الجاليه والمواطنين المقيمين في المغرب. وهذا الشيء سمح باش 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 يعني يكون التلاحم والترابط، واللي كما قال سيدنا لابد من حسن النيه ونعملوا بجديه باش ننجحوا هاد التظاهره، هاد يعني التنميه في البلاد ديالنا، ونجحوا الرياضه ونجحوا جميع القطاعات ديال سواء اقتصادية أو رياضية أو يعني القطاعات الأخرى.
الحمد لله انه كان صدى كبير وكان تجاوب كبير من الساكنه ومن جميع يعني الحضور الكريم، وكان حضور وازن من رؤساء جماعات سلال اقليم ديال تارودانت، ولا من اكادير ولا من شيشاوا ولا من الصويره، ولا عن مجموعه ديال الرؤساء والمنتخبون اللي حضروا. كنشكرهم بهذه المناسبه، وكذلك كنشكروا الصحافه اللي طوعت معنا وكافحت معنا وحضرت معنا يعني بكثافه وبتضحيه. كنشكرهم وكنطلبوا منهم المعذره الا كان شي تقصير من اي قبيل، وكنطلبوا يعني الناس يعذرونا الا كان شي تقصير، سواء الفنانين سواء الناس ديال الاعلام او الناس اللي اشتغلوا معنا في الصوتيات وفي جميع يعني الناس اللي ساهموا في انجاح النسخه الثانيه من مهرجان دار العسل اللي كان دار تحت شعار شجره الارقانه، يعني في مواجهه التغيرات المناخيه. احنا بغينا نعبروا فيه بان هذه اخر نحافظوا على اخر حزام اللي هو ضد التصحر اللي هي شجره الارقانه، وفي نفس الوقت بغينا باش ارقانه تبان ليس فقط كشجره ولكن كموقع جغرافي اللي متميز اللي عنده مكانته في وسط المغرب واللي كيربط بين المغرب شمال المغرب وجنوبه، واللي نتمناو ان شاء الله باش المشاريع التنمويه تشمل هذه المنطقه العزيزه. والصحافه الحمد لله ان سلطت يعني الضوء على 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 جماعتنا وعلى منطقتنا، وكنتمناو ان شاء الله التوفيق للجميع، وشكرا والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.